واحنا عندنا مثل اهل بغداد يقول اللي يشوف الموت يرضى بالاسخونه. مو هم هنايا ما شافوا شفناه هناك، لو شايفين شفناه هناك كان سكتوا. أكيد كانت لحظات صعبة. تم اختطافي في بغداد في منطقة الدورة قرب الدير الكهنوتي يوم السبت 16 سبتمبر 2006. جوي هوي يعني قاموا يخطفون أصلا على الهوية بذاك الوقت، كانوا بس يشوفون الهوية مالته بأنه هو مسيحي أو أي طائفة أخرى كانوا يخطفوه، واللي كان ينخطف بالموصل أصلا ما كان يرجع يعني. فأنت بالنسبة إحنا كمسيحيين دا أحكي لكم مسيحيين منتهين، إحنا ما نعرف إنه يعني أكو بداخل البيت وإحنا موجودين كانوا أكو 6 أشخاص بداخل البيت وإحنا ما ندري. الساعة 4 ما أشوف إلا رشاش براسي قوم. المهم طلعنا وراها، هو طلع كان يقول لو تطلعون من البلد لو تنقتلون. فدخلوا وقلت لك دخلوا علي ضربوني وخلوا مسدسات براسي كلهم، بس الحمد لله يعني نجيت من هاي الشغلة. أكيد واحد من عز أصدقائي الأب رغيد قلني، كنا درسنا سوية بإيطاليا 7 سنوات، رحنا سوية ورجعنا سوية العراق، قتلوا بعدي تقريبا سنة. أكيد واحدة من الأشياء اللي خلتني متمسك أو عندي أمل كبير إنه كنت دائماً أصلي للعذراء، إنه أقول أكيد كنت متأكد وواثق إنه كثير ناس ليصلون بعد اختفائي 3 أيام ليصلون من أجل بالسيارة. ضربوني فلشوا السيارة علي، إيه من ضمنها هاي لقيت الضارب وياهم هاي طرفات هاي رجلي من هاي انضربت. هو خطف خلال 20 يوم كانوا يومي يعذبوه ويخابرونه، طبعا يسمعون كلام ما اعرف شلون بانه انتم مسيحيين وانتم نصارى انتم دخلتوا الامريكان وانتم قتلكم وذبحكم حلال هذا كل شيء. فبنفس اليوم اللي قالوا لها لامي تعالي هما اصلا كانوا قاتلي، والقتل مالته كان اصلا يعني مو طريقه لا مسدس ولا شيء، كانوا اصلا ذابحين ذابحين هناك وخالين الجثه مالته يعني جسمه بجهه وراسه كان بغير جهه، يعني ما كنا نعرف احنا. طبعا جثه راحت 3 أيام ما كانوا يقدرون يشيلوها لان كانت المنطقه كلها محاصريها الارهاب، لان ينتظرون احد يجي ليقتلوه، يا اللي يجي ياخذ الجثه يقتلوه. يعني بحيث قاموا يذبحون المسيحيين ويصورونهم فيديو قاموا يبيعوه بالشارع بالسيديات بالشارع، تبيعها تشتريها بنص دولار. اخير شيء اجاني تهديد يعني يعني باب البيت ورقه على السياره بين دير بالك حياتك خطره انت واطفالك. يعني مسيحيين شوف جاره هو كان مسلم 30 سنه عايش وياه، صارت هاي الاحداث المسلم قتل المسيحي، ليش هذا 30 سنه كان عايش وياك؟ هاي اذا نعيش هالعيشه هاي ما نعرف ايش صاير من عندنا وشنو احنا ما نعرف. احنا صح لاجئين جينا بس ما حد تكفل بينا، هنايا ماشي جينا جينا عليها اشغال ماكو. اي وين مندوق الباب انت عمرك كبير، انا عندي اطفال لو باقي مقتول هناك اشرف ما اجي هنا. زين انا كيف راح اكون كيف راح اكيف وضعي؟ زين لشغل ما اقدر اشتغل، ايجار ما اقدر اجر، يعني كيف؟ بعد أنا كنت أمر لي 128 عامل قمت أمسح مرافق حسي. فأني يعني ردت هذه إنه يوصل صوتي يعني إنه لازم أكو فد مساعدة ولو. الخطوة الأولى إنه يصلون.
يصلون لأجل أن يعم السلام والأمان والاستقرار بلدنا العزيز العراق. نحتاج إلى صلوات كثيرة مثل ما قلت مرات، نحاول نعمل بس يمكن الصلاة أو الله يعمل أكثر من عندنا.